بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس مايكروسوفت إكسل 2003. في الدرس الماضي عرفنا أو يعني تعلمنا شلون نسوي المجموع متوسط الشكل لأشياء كانت على عمود مثلا، وكان الأشياء هذه أو المجاميع حطيناها في سطر. الحين راح نحاول نجمع أشياء موجودة في سطر ونحط المجموع متوسط في عمود. مثلا لو كان عندنا الواجب، عندنا الأول والثاني والثالث، نبي نشوف مجموع الواجبات ونشوف متوسط مثلا الواجبات. طبعا ممكن نطلع بعد أكبر قيمة وأصغر قيمة، لو حاولنا نطلعهم معناته نبي المجموع المتوسط، أكبر قيمة أقل قيمة، حتى لو بنطلع عددهم ممكن نطلع عددهم ويكونوا 5 قيم، فبالتالي ممكن احنا نقول لا والله طلع احسب لنا 5 قيم. لو ابي هني ممكن اروح انا الى العمود هذا، رايت كليك عليه واقول له ادراج، راح يدرج لي عمود. بعدين ممكن مرة ثانية واقول له ادراج، يدرج لي عمود ثاني. ممكن اسويها 5 مرات على حسب الحاجة، لكن هناك طريقة اسهل. راح اتراجع انا، بما اني ابي 5 اعمدة ممكن انا اظلل 5 أعمدة ابتداء من العمود اللي أنا أبي يطلع قبله أو يطلعون قبله الأعمدة، وبعدين أجي عليهم وأقول له إدراج، بالتالي راح يضيف لي 5 أعمدة في المكان هذا. ممكن هني أقول المجموع إذا أنا أبي أحطها تحت، ممكن أحطها تحت إذا أنا يعني خاصة في الواجبات، فممكن أقول له المجموع إذا كانت مقسومة إلى قسمين، إلى خليتين، ده هاي خلية وهاي خلية، فبالتالي أحطهم تحت. هني أقول له المتوسط لأن كل هذه الأشياء خاصين في الواجب. ممكن أقول له هني أكبر قيمة، ممكن هني أقول له أصغر قيمة، وممكن أقول له هني مثلا العدد. إذا كان المكان ما يكفي ممكن أضغط على الأعمدة مثل ما تعلمنا سابقا، دبل كليك على أي مكان هني فراح يكبر ويصغر على حسب حاجة كل عمود. لو كنت أنا بمد هذا إلى الكل عشان أدمج هذا، لأن كل هالأشياء هذه تابعين الواجب، فممكن أروح أطق على دمج وتوسيط، لكن بهالحالة هذه راح يفك الدمج والتوسيط بالنسبة حق الأول وبعدين راح يدمج بالنسبة حق الباقي. فك الدمج وراح ندمج حق الباقي، بالتالي الحين صار الدمج حق هذا. وكل هالأشياء هذه هي خاصة في شنو، في يعني الواجب. لو جينا بنجمع المجموع قلنا نظلل على هذا ونقول له المجموع مباشرة، راح يظلل بالنسبة لنا. فمن الطريقة الأسهل إذا كان القيم وراء بعض ممكن أطلع على القيم وأطلع المجموع. الحين أنا اللي وراء القيمة الفاضية الأولية المتوسط، إذا من المفروض أني أحسب المتوسط قبل لا أحسب أي واحد منهم. لو جيت حسبت أكبر قيمة مثلا ظللت هني بحسب الحين أكبر قيمة، هو ما يعرف أن أكبر قيمة مكانها المفروض راح يكون مثلا في هذا المكان، لكن هو يعرف ان اول مكان فاضي في هالمكان، فبالتالي راح يحط اكبر قيمة في هالمكان هذا ويكون هني غلط. اذا انا على حسب ترتيب الاعمدة راح اسوي ترتيب العمليات، فاسوي هني المتوسط، ارد اظلل مرة ثانية واسوي مثلا اكبر قيمة واظلل مرة ثانية واروح اسوي ادنى قيمة واظلل مرة ثانية. ممكن اقول له بعدين العدد اللي هو الحساب، احسب لي كم واحد كم امتحان، فقال لي هني 3 امتحانات موجودة عندنا. وتعلمنا سابقا اذا كان سوينا اي شيء من الاشياء ممكن انا اظلل عليهم كلهم مع بعض واسحبهم، بالتالي اسهل على نفسي عملية الادخال او الحساب بدل لا احسب اكثر من مرة، احسبها مرة واحدة حق كل واحد منهم بعدين اسوي نسخ لهذه الصيغة وبالتالي راح تطلع لي بالطريقة هذه. راح نحاول نعيد مرة ثانية على جزء الامتحانات. خلنا نفترض ان عندنا امتحانين، ممكن هني نسوي لنا بس المجموع ونسوي بعدها المتوسط. لو ان بنحسب المجموع المتوسط حق هذه نظلل هني ونقول عطنا المجموع
وبعدين نظلل مرة ثانية هني ونقول عطنا المتوسط اللي هي المعدل، وبالتالي حسبناهم اثنينهم. ممكن انا اي حق الاثنين هذيل واسحبهم تحت، وبالتالي طلعنا المجموع المتوسط حق كل واحدة منهم. لاحظوا يعني هني في بعض الحالات، يعني هني المجموع او المتوسط دائما عدد صحيح، لكن هني عندنا طلع المتوسط في عدد كسري او عدد حقيقي، لان المجموع هذا طلع في كسر، لان المجموع هم اثنينهم مع بعض هو عدد فردي. لو كان عددهم زوجي، المجموع زوجي ونقسم على عددين لأنهم عددين نقسم على اثنين، بالتالي راح يكون دائما العدد صحيح. لكن لو كان عدد فردي ونقسم على اثنين، بالتالي راح يكون العدد كسري في كسور. فحتى انت دارك مثلا ان هذا مثلا في كسر من خانة واحدة وهذا ما في، ممكن احنا ناخذ المتوسط مثلا. احنا بالنسبة حق المتوسط اللي هو هني، يعني هذا في كسر وهذا ما في كسور، ممكن نوحد العملية هذه. حتى نوحد عملية الكسور أو فاصل المنازل العشرية، ممكن احنا نزيد المنازل العشرية أو ممكن ننقص المنازل العشرية، نزيد المنازل العشرية أو ننقص المنازل العشرية. وبالتالي احنا كنا نقول له ما نبي الكسور أو نبي الكسور، وتحسبها بالنسبة لأي يعني منزل عشرية. لاحظوا ياي لما زدنا شوية المنازل العشرية شفنا الشكل هذا. هذا الشكل إذا طلع حق أي واحد منكم، معناته إن المكان اللي يحتوي الأرقام هذه ما يكفي للخانة نفسها كلها. إذا الحل إني أنا أكبر الخانة حتى أقدر أشوف البيانات اللي موجودة عندي. فهذه تحصل مرات، الحل لها إن أنا أكبر البيانات أو أكبر عرض العمود حتى أشوف البيانات لهذا الشيء. فأعتقد هذا يعني كافي بالنسبة حق إيجاد المجموع المتوسط والشكل. نبي نحاول نوجد لنا يعني مثال آخر نحاول نوضح فيه يعني بعض التطبيقات حق عملية الحساب أو الضرب، أو شلون نضرب أو شلون نجمع بعض الأشياء، أو شلون نطرح إذا كان عندنا عددين أو عمودين. فنروح ننتقل إلى الورقة الثالثة. أنا حاولت أسوي مثال بسيط جدا. نفترض أن محل يعني خلينا نقول عنده بيبيع أشياء، فعنده كرة القدم سعرها مثلا 15 دينار، مخصوم منها 3 دنانير، وراح يجينا واحد راح يشتري 12، يعني الزبون شرى من هذه القطعة 12 قطعة من كرة الطائرة اللي كان سعرها 10 دنانير، انخصم منها 2.5 دينار، وراح يشتري 10 قطع وكرة سلة هالشكل وكرة القدم بالطريقة هذه. وحين بنحاول نسوي بعض العمليات الحسابية، عندنا السعر الأصلي وعندنا قيمة الخصم. من السعر الأصلي إذا خصمنا من هالمبلغ، نبي نحاول نطلع شنو سعر الشراء أو سعر البيع بالنسبة حق المحل، سعر البيع، سعر الشراء بالنسبة حق أو سعر الخصم أو سعر التنزيلات اللي راح يكون السعر النهائي، فممكن احنا نسميه أي اسم. راح أي أطق على هذا وأقول له إدراج، راح أدرج لي سطر جديد أو عمود جديد، راح أقول له مثلا السعر النهائي. السعر النهائي اللي هو عبارة عن السعر الأصلي ناقص قيمة الخصم. فلو جينا هني سوينا، راح اقول له يساوي، ايش راح يساوي؟ يساوي الخلية هذه ناقص الخلية هذه، واطق انتر. نعيدها مرة ثانية، هني ايش راح يساوي؟ راح اقول له يساوي الخلية الأولى، ممكن أحرك بالأسهم، ناقص الخلية الثانية، واطق انتر. أعطاني السعر النهائي أو السعر بعد الخصم. أنا كان في إمكاني من حسب الأولى أروح على الزاوية هني وأسحبها، وبالتالي يعطيني السعر ما بعد الخصم. يعني إذا هذا السعر سعر الشراء بالنسبة حق الشخص نفسه، أو سعر البيع بالنسبة حق المحل. ممكن نعرض العمود حتى نشوف كل الكلمة السعر النهائي. الشيء الثاني، لو قلت أنا نبي نوجد
قيم يعني نسبة الخصم، ايش كثر مخصوم؟ كم بالمية؟ 10%، 5%، 20%، 30%، ايش كثر مخصوم بالنسبة حق اي كرة من الكرات؟ انا ممكن اروح اطق على هذا العمود او اي عمود ثاني، اذا انا بحط هني لو جيت بحط نسبة مثلا الخصم هني او بحطها بعدها، ممكن اطق هني واقول الادراج، خلينا نقول هني نسبة الخصم. فلو حطينا نسبة الخصم هني، نسبة الخصم عبارة عن قيمة الخصم تقسيم السعر الأصلي نضربه في 100. لو إينا قلنا له يساوي، إيش راح يساوي هذا؟ ونقول له بعدين تقسيم هذا. لو إينا طلعنا الجواب، راح أراويكم طريقة ثانية شلون نحسبها بالمية، يعطينا 0.2. 0.2 يعني 20%. لكن احنا لو جينا حق الخانة هذه وقلنا له هذه عبارة عن نسبة مئوية، راح يحطها بالطريقة هذه، هو راح يسوي عملية الضرب في 100 ويحط علامة النسبة المئوية. فهني ايش راح يكون؟ راح تكون عندنا ان النسبة هذه 20%. راح نعيدها حق الخلية الثانية وبعدين راح نكررها. فراح اقول يساوي قيمة الخصم تقسيم السعر الأصلي، راح أقول له يساوي عندنا هذه 25%، راح أقول له تنسيق بالطريقة هذه. لو مثل ما حسبنا هذه، نروح نقول له والله سوي لنا العمليات الثانية أو مثلها، فعندنا الخصم هذه مثلا صار عليها 30%، والكرة هذه عليها 10%، نسبة الخصم اللي موجود عندنا بالنسبة حق كل كرة من الكرات. الحين احنا استخدمنا مساع الناقص، واستخدمنا هني عملية القسمة حتى نطلع هذه. الحين نبي نطلع السعر، السعر الإجمالي حق كل كرة من الكرات. مثلا نقول له السعر الإجمالي لكل كرة من الكرات. الحين بعد السعر الإجمالي يعني لأن احنا شرينا أكثر من كرة، فبالتالي بنشوف كل كرة كم كلفتنا، كرة القدم كلهم كم كلفتنا والباقي نفسهم. فهني راح نقول له يساوي، ايش راح يساوي؟ راح يساوي السعر النهائي اللي احنا شرينا فيه، راح نضربه في شنو؟ العدد. احنا شرينا الكرة ب 12 دينار وشرينا 12 كرة، اذا 12 كرة ضرب 12 دينار ايش راح يعطينا؟ 144 دينار. راح نعيدها مرة ثانية، راح اقول يساوي السعر اللي شريناه، واقول له علامة الضرب، وبعدين اقول له 10، وراح اطق انتر، وبالتالي 75 دينار مجموع كرة الطائرة. طبعا احنا كان في امكاننا من اول واحدة نقدر بعد ما نظل نسحب، وبالتالي يعطينا سعر الشراء كل يعني خلينا نقول نوع من الكرات هذه. فيعني عندنا احنا هني القيم هذه استخدمنا فيها لإيجاد السعر النهائي، استخدمنا الناقص لإيجاد النسبة، استخدمنا التقسيم لإيجاد السعر الإجمالي، استخدمنا عملية الضرب. وبهذا ننتهي من هذا الدرس، وإن شاء الله ننتقل يعني إلى دروس أخرى.